إذن فاليهودية المعاصرة الآن ليست هي دين موسى عليه السلام ولا التوراة وكتابه، هذه التوراة موجودة ليست كتابه، ولا الوصايا العشر هي تعاليمه. إذن فليعطونا تعاليم موسى الحقيقية ومفاهيمه الحقيقية لكي نتبعها، ولو عرفناها حقيقة لرجعنا إلى الإسلام، لأننا نعلم أن الأنبياء جميعا دعاة للولاء إلى الإسلام، كما قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى على بالنسبة إلى المسيحية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا يعني أن هؤلاء الذين يدعون اليهودية وهؤلاء الذين يدعون النصرانية يجب أن يسلموا كما أسلم أنبياؤهم وقادتهم الأوائل لكي يرشدوا ويتكاملوا ويحصلوا على الحق الصحيح والصريح دون العكس بطبيعة الحال.